اي اتنين اي اتنين how long does spermatogenesis process take؟ هو بياخد 90 يوم او 3 شهور، يعني spermatogenic cycle بتاخد 3 شهور. عشان كده لو بندي للميل treatment بنقول له عيد تاني السيمن analysis بعد 3 شهور، عشان هي spermatogenic cycle بتاخد 3 شهور. 3 دي 4 ايه 4 all the following are treatment measures for OHSS. OHSS هي اللي هو الأوفيريان هايبر ستيميليشن سيندروم، اللي هو بيحصل أكتر طبعاً مع الـ HMG HCG، ممكن يحصل مع كلوميد بس يوجولي مع الـ HMG HCG لأن الـ HMG HCG هو اللي أقوى. فده الأوفيريان هايبر ستيميليشن سيندروم زي ما كنا شوفنا صورة الألترا ساوند، فوليكلز كتير قوي قوي بتكبر كده كويس، لدرجة إنه ساعات بيحصل في الـ OHSS ده يعني شيفت للفلويد من الانترافاسكولار، بيريليز سيرتن ميدييتورز يعني ياثر على الفاسكولار اندوثيليوم، فيشيفت الفلويد من الانترافاسكولار للاكسترافاسكولار كومبارتمنت، فيحصل لها زي ايديما، لان كل بلازما هيبقى بره ايديما ومش عارف اسايتس وحاجات كده، والاندوفاسكولار كومبارتمنت ده نفسه بيبقى فيه هيمو كونسنتريشن، وطبعا بيحصل الكترولايت ديستربنس. ده السيفير فورم اوف او اتش اس اس. طب امال المايلد فورم؟ المايلد فورم بس الاوفريز هتكبر، ممكن تبقى بينفل شويه كده، ده الفيري مايلد فورم، لكن ممكن تنتقل لحد السيفير فورمز اللي هو الالكترولايت ديستربنس وهيمو كونسنتريشن، وتضطر ان انت تدخلها اي سي يو عشان تعالج لها الالكترولايت ديستربنس اللي موجوده. ده السيفير فورم اوف او اتش اس اس. علاجه ايه؟ علاجه بيبقى يعني زي سبورتيف ميجرز، انك انت تظبط الالكترولايت، تدي لها فلوز عشان الهيمو كونسنتريشن، لو هتدي لها انتي كواجولنت عشان ما يحصل لهاش دي في تي، يعني كلها يعني سيمتوماتيك ميجرز، وطبعا توقف اي اندكشن لو هتدي، لان هو اللي بيستيميوليت القصه دي اتش سي جي عالي، ولو حملت هتورسن الكونديشن، عشان كده مش عايزينها تحمل، يعني حتى ساعات بنابورت السايكل وما ننقلش عيال امبريو ترانسفير وكلام من ده، لانه الاس جي هو اللي هو الميدييتور اللي بيستيميليت كل البروسيس او الباثوجينيسيس بتاع القصه دي. فممكن نعمل لها يعني، هو بيقول لنا ايه اول ذا فولوينج ار ميجرز، او فراكتومي اشيل لها الاوفريز، طبعا لا ده احنا ما بنقربش، مش ممكن اشيل لها الاوفريز، هو الاوفريز كبار عشان في باثوفيزيولوجي معين الاس جي، فانا عايزه اشيل هذا الاس جي او ما ازودش الاس جي اكتر من كده. باراسينتيسيس اللي هو لو اسايتس بنعمل باراسينتيسيس، طبعا ممكن نعملها باراسينتيسيس، فده وان اوف ذا ميثودز. فلويد ريسسيتيشن، طبعا لو عندها سيفير هيمو كونسنتريشن بنعملها فلويد ريسسيتيشن. ثرومبو امبوليك امبوليزم بروفيلاكسس، ممكن طبعا عشان الهيمو كونسنتريشن اللي موجود. كوركشن اوف الكترولايت طبعا ممكن، فكلهم بيتعملوا سبورتيف ميجرز دول، ما عدا ان انا اشيل لها الاوفريز او ان انا اعمل لها اوفراكتومي. اوكي، يعني دي مش بنعملها سيرجيكال تريتمنت، ده كلها سبورتيف ميجرز، ويوجوالي بتبقى في الاي سي. افندم فاريكوسيل انتوا بتسالوا في انهي بتاع ثلاثة؟ طب ما يعني ما دكاترة انا بتكلم في 4 وكده، فيعني قولي. طب انا عايز اسال سؤال في 3 بس، يعني انا مش فاهمه فاريكوسيل ايه اللي جابها، حد عايز حاجه في 4 ولا كده خلاص؟ بتشيلي باراسينتيس ده لما يكون عندك اسايتس كويس، بتعملي حاجه اسمها باراسينتيس بلورال افيوجن، بتعملي يعني ريموف الفلويد اللي حوالين البلور اللي في البلورا. بيريكارديال افيوجن برده ممكن تعملي بيريكارديال سينتيسيس. باراسينتيسيس ده لو عندنا اسايتس بنشيل شويه فلويد عشان البريشر سيمتومز اللي هي حاسه بيه، عشان تريليز البريشر فما تبقاش عندها بريشر مانيفيستيشن. اوكي، طيب نطلع لفوق. ريجاردينج فاريكوسيل، فاريكوسيل اللي هو بيبقى فينز زي الفاريكوس فينز كده، بس بتبقى موجوده في السكروتم، فطبعا دي هتزود التمبرتشر بتاعه التاستيكلز، فبالتالي بتاثر على سبرماتوجينيسيس، فدي قصه الفاريكوسيل. ريجاردينج فاريكوسيل which of the following is most likely true it should be repaired once encountered، لا لان انا ممكن اثر على الفاز، فهو مش once encountered، once لقينا السيمن اناليسيس ابنورمال، بس لو في مايلد فورم اوف فاريكوسيل لكن السيمن اناليسيس از نورمال مش بنقرب منها ولا بنعمل تريتمنت للفاريكوسيل. It's frequent cause of male infertility، يعني هي مش frequent، على مع ان كتير قوي يجي يقول لك ده طلع عنده دوالي على الخصية ومش عارف ايه ولازم تعملها له عليه، it's not very frequent كده، وحتى لو موجوده الفاريكوسيل لكن مش usually بتأفكت السيمن اناليسيس. repair of subclinical varicocele leads to correction of semen، ابدا خالص بالعكس، ده هو ممكن يعمل negative effect. It's negative effect on fertility secondary to elevation of the scrotal temperature. Yes، لأن الدم ده درجة الحرارة بتاعته 37 زي جسمنا varicose، فهو بيزود temperature بتاعة testicles، فعشان كده ده ممكن يأثر على spermatogenesis. best diagnosed by ultrasound، best diagnosed by the Doppler أو duplex، هو ده اللي بيشوف ال blood flow، لكن ال ultrasound بيشوف structures لكن مش blood flow، وانت هنا عايز تشوف ال blood flow في veins أخبر ويه.
أربعة قلناه، خمسة إيه، ستة إيه، سبعة سي، سبعة 37 year old female with secondary infertility for 3 years duration. Her periods were irregular and she had missed period for 3 months duration. طبعا irregular periods لو problem في irregularities كده افكر في ان هي عندها ovarian factor of infertility. Her husband 34 سنة fit and free of medical troubles. اللابس بتاعتها FSH 13 عالي شوية بس within normal يعني ال LH بتاعنا 6.8 prolactin normal next investigation A. يعني هي عندها irregular period وبقالها miss period 3 شهور فبالتالي هحتاج ان انا اشوف اذا كانت دلوقتي هي دخلت في menopausal levels دي ولا ايه، اشوف ال ovarian reserve لان هي بتشتكي من infertility فعايزة اشوف ال ovarian reserve بتاعها اخباره ايه. يعني TSH ممكن اعمله بس actually مفيش حاجة هنا تديني symptoms بتاعت hypo ولا hyperthyroidism. هو كل المشكله عندي irregular cycles missed period بقالها فتره يعني 3 اشهر يعني secondary amenorrhea. يعني احنا دخلنا في secondary amenorrhea فممكن قوي secondary amenorrhea دي تبقى premature ovarian failure بس هو ده لسه 13 فالفيصل بالنسبه لي عشان اشوف الاوفيريان ريزيرف هيبقى الانتي مولارين هرمون. استرون ده مالوش علاقه بحاجه، انتي مولارين هرمون فري تستوستيرون ما قاليش فيه اي هيرشيتزم او حاجه عشان اعمل فري تستوستيرون. اندروستين دايون برضو اندروجين مالوش علاقه، ما فيش اي سيمتومز بتاعته، فهو الاي ام اتش كده. دكاتره 8 دي 9 بي 9 choose the correct statement regarding hyperprolactinemia. It's always associated with galactorrhea. ولا الهايبرprolactinemia always associated with galactorrhea. يعني ممكن قوي يبقى عندها hyperprolactinemia ومن غير galactorrhea بدليل ان احنا بنعمل لها يعني مش بس بنقيس البرولاكتين لو لقينا galactorrhea، لا انت ممكن تقيس البرولاكتين من غير ما تكون لاقي galactorrhea، فمعنى كده ان ممكن برولاكتين يعلق من غير ما manifest by galactorrhea. وبرده العكس انت ممكن قوي تلاقي فيه جالاكتوريا وبعدين تيجي تقيس البرولاكتين تلاقيه within normal range، فمش دي always مع دي ودي always مع دي، ممكن تلاقي واحدة من غير التانية. hypothyroidism is an etiological factor للhyperprolactinemia. كنا لسه قايلينها الصبح ان هو بالظبط كده عشان TSH بيعلى hypothyroidism يعني TSH عندنا بقى عالي و TSH عنده biochemical reaction similar للبرولاكتين عشان الاثنين secreted من anterior pituitary، فبالتالي لو عن hypothyroidism ممكن قوي يبقى an etiological factor for hyperprolactinemia. normal range of prolactin up to 100 لا up to 29 بس. CT brain is mandatory for diagnosis of hyperprolactinemia. لا لو لقينا انه البرولاكتين ليفل عالي قوي هو اللي ساعتها انديكيشن فور سي تي لان ممكن تبقى برولاكتينوما، لكن مش اي كده الاقي عندنا هايبربرولاكتينيميا والليفلز بتاعتنا يعني دبل فولد او كده افكر في برولاكتينوما. برولاكتينوما لازم بتبقى الليفل بتاعها يعني عالي قوي يعني 100 و500 حاجات كده يعني اكتر من فور فولدز، لكن لو لقيناه عالي حاجه بسيطه ده مش معناه ان هي تبقى مايكرو ادينوما، ده ممكن يبقى ميديكيشن سايد افكت او ستريس او حاجات كده. دوبامين انتاجونست از دراج اوف تشويس. لا ده دوبامين اجونست مش انتاجونست، لان الدوبامين ده اللي هو برولاكتين انهيبيتنج فاكتور، فالدوبامين اجونست هو التريتمنت مش الدوبامين انتاجونست. 10 دي افندم عبد الرحمن نصحى 28 سنه بي سي او برايمري انفيرتيليتي فور 4 years duration has very irregular cycle currently on metformin اللي هو اللي هو انسولين سنسيتايزنج ايجنت وبي ام اي بتاعها عالي شويه. هيستروسالبنجيوغرافي شوز بايلاترال بيتنت تيوبس يعني ما عندهاش مشكله في التيوبس، هي كل المشكله عندها في البي سي او وماشي على ميتفورمين وعايزه تحمل، فبس نكست اب اعمل لها ايه؟ ادفايس فور ويت لوس اند ريفيو ان 6 مانث ديوريشن. ما هي بقالها 4 سنين واوريدي ماشيه على ميتفورمين، فيوجوالي احنا يعني مش ممكن ماشيه على ميتفورمين من غير ما اقول لها خسي، فهو احنا اكشولي بقالنا في القصه دي 4 سنين. فالانتراتراين انسيمينيشن فور 6 سايكلز هي مش مشكلتنا، احنا لازم نعملها اندكشن. ما هو البي سي او حتى لازم نعملها اندكشن اوف اوفيليشن لان هي انوفيلاتري، البي سي او انوفيلاتري لازم نعملها اندكشن اوف اوفيليشن باي الفيرست دراج اوف تشويس كلوميفان سيتريت. لاباروسكوبيك دايثيرمي او دريلنج للاوفرز ده طبعا لاست ريزورت. اوفيليشن اندكشن ويز كلوميفان سيتريت طبعا هو ده الاندكشن اوف اوفيليشن ميثود بتاع البي سي او. ريكومندد وان سايكل اوف اي في اف تريتمنت. لا بنجرب لها الكلوميفان سيتريت. اوكي primary infertility هقول عليها ليه infertility لو هي مش عايزه تجيب pregnant مش كده ولا ايه؟ مش احنا diagnosed of infertility failure of conception، فطالما قلت عليها primary infertility يبقى هي failure of conception. 9 بي 10 دي 9 10 دي 11 سي 11
22-year-old with a history of 4 years primary infertility, suffered from recurrent attacks of fever, iliac fossa pain, offensive vaginal discharge. يبقى الكلام ده كله most probably tubal factor مش كده ولا يعني اللي فوق كانت irregular cycles يبقى most probably ovarian factor يبقى عملها هرمونال بروفايل وعملها induction of ovulation لكن دي most probably tubal factor يبقى عايز اعملها هيستوجرام عشان اتاكد اذا كان التيوبز دي patent ولا لا most probably cause of infertility ovarian factor لا ده tubal ده picture بتاع PID طبعا vaginal factor لا tubal factor ايوه هو ده uterine factor لا cervical factor اوكي ده يعني انا قصدي يوتراين فاكتور ان جالها ايه في الكلينيكال بيشن يعني ايه الدياجنوزس يعني الدياجنوزس بتاعنا هنا بي اي دي او بلفيك انفلاماتوري ديزيز وهو سالبنجايتس طب ما فيش حاجه اسمها لوحده تشايلد بيرنج اندوميترايتس لانه اوريدي اليوترس بينظف نفسه بنفسه كل شهر وبيحصل له شادنج لكن سالبنجايتس ما بيحصلش شادنج من الاندوسالبنجز فبالتالي هي دي هيفضل عندها فحتى لما بنتكلم على بي اي دي او بلفيك انفلاماتوري ديزيز بيبقى قصدنا على سالبنجايتس اوكي لكن مش اندوميترايتس فما فيش اندوميترايتس في تشايلد بيرنج بيريد الوحيده اللي ممكن تعمل اندوميترايتس هي التي بي لان بتافكت البيزل لير ودي اكستريملي رير يعني ما نفكرش فيها 12 بي يعني ايه اوليجو اوليجو ديكريز ان نمبر طب ويعني ايه هايبو كوانتيتي اماونت ايوه يعني اكتسبنا ايه يعني يعني اوليجو يعني في السنه ما بيجيلهاش 12 سايكل يعني بيجيلها 6 سايكل 5 سايكل يعني اي حاجه بس اقل من 9 سايكلز خلاص لان اكسبتبل ممكن اللي هو 9 يعني 9 سايكل فهو اوليجو يعني بيجيلها اقل من 9 سايكلز بير يير طب ومال الهايبو لا الهايبو دي بيجيلها كل بتاع بس كل واحده بتبقى الاماونت اللي تقعد عليها يوم نقط بتاع يعني السايكل نفسها decreasing amount of blood flow اوكي احنا في رقم كام يا دكاتره 13 سي 14 سي 15 اي فندم 15 اي 16 سي 17 A 18 C 19 E 20 D 21 D 22 C 22 symptoms suggestive of ovulation فاحنا عندنا symptoms suggestive of ovulation regular cycles spasmodic dysmenorrhea premenstrual nostalgia وعمل cycle pain spotting with discharge regular cycles every 2 weeks ده مش regular cycle every 4 weeks لكن 2 weeks ده مش regular cycle mid cycle back pain mid cycle pain اللي هو مكان ال ovulation يعني مش back pain premenstrual nostalgia ده premenstrual nostalgia فطبعا دي معانا secondary dysmenorrhea primary dysmenorrhea spasmodic dysmenorrhea دي بتبقى primary primary يعني without any reason secondary to a pelvic pathology يعني عندها مثلا PID عندها fibroid عندها كده فده اللي بيعمل لها البين لكن primary spasmodic dysmenorrhea عندها it is a dysmenorrhea without any reason فالprimary dysmenorrhea من ضمن الحاجات suggestive of ovulation premenstrual spotting لا mid cycle spotting وليس premenstrual spotting اوكي okay. 23 C 24 A 25 E 25 24 regarding initial ovulation using clomiphene citrate it acts on hypothalamic pituitary axis هو بيأكت كده عشان كده لازم الاكسس يبقى نور it improves the quality of cervical mucus بالعكس ده هو ليه انتي استروجينيك افكت على السيرفايكال ميكوس وعلى الاندوميتريوم فممكن يعمل لنا لوتيل فيز ديفكت وبيعمل لنا هوستايل سيرفايكال ميكوس عشان كده ساعات بنزود معاه بريمارين كريم او استروجين كريم عشان يحسن شويه الكواليتي بتاعه السيرفايكال ميكوس it improves the quality of the ova in ovulatory women ملوش علاقه بالكواليتي هو بس ليه علاقه بان هو بالنمبر ما بي يوز فور تريتمنت اوف بريماتور اوفيريان فيل بريماتور اوفيريان فيل ملوش علاج واحده جت دخلت في منوبوز فمش ممكن اديها كلوميفين سيتريت سيفير او اتش اس اس اوفيريان هايبرستيميليشن از ا كومن كومبليكيشن لا مش سيفير هو سيفير ممكن تحصل مع اكتر مع انجكتبلز لكن مع الكلوميفين يوجوالي ات از مايلد فورم اوف او اتش اس اس عشان كده بنقول حتى الجي بي سي استخدموه عادي لان الكومبليكيشن بتاعته يعني مايلدر عن الاتش ام جي اس سي جي اتش ام جي اس سي جي ده لازم يبقى في سنتر بتاع اي في اف لكن مش كجي بي ان هما يستخدموه عادي اوكي الاكس دلوقتي كلوميفان سيتريت ده ليه استروجينيك وانتي استروجينيك افكت الانتي استروجين بيبقى على السيرفايكال ميكوس وعلى الاندوميتريوم استروجين لانه سيميلر باي كيميكال الاستروجين فبيبلوك الريسبتورز في البيتيوتري فالبيتيوتري ما بتشوفوش بتكونتينيو سيكريشن اوف اف اس اتش از اف انك انت اديتلها من بره اتش ام جي
اوكي، بس ده بيبقى اندوجينوس اف اس اتش بتاعها، فلازم يبقى عندك اكسس شغال يعمل نيجاتيف فيدباك انهيبيشن ويريسبوند وكده. لكن لو الاكسس مش شغال، يعني لو هو عندك هايبوثالاميك بروبلم ولا بيتيوتري هي مش بتسكريت اصلا اف اس اتش، طب انت عملتي بلوك ما هي برده مش هتسكريت، هي مش بتسكريت، فلازم تكون بتسكريت اف اس اتش. اوكي 22 year old human consults you for treatment of hirsutism. BMI بتاعها عالي موت. Day 2 hormone profile LH 35 FSH 9 يعني PCO PCO يعني. Elevated testosterone level PCO hyperandrogenic manifestation. Patient does not wish to conceive now. طيب يعني هي دلوقتي PCO ومشكلتها الهرشيتيزم ومش عايزة ان هي تحمل دلوقتي. يعني مش عايزة سوري انها تحمل دلوقتي. The following single agent is most appropriate. يبقى اما هديها حاجات انتي اندروجين كويس، يا اما ممكن انا اديها او سي بيز، لان الاو سي بيز كويس في انواع او سي بيز زي الديان، في نوع من انواع الاو سي بيز كده موجوده في السوق اسمها ديان، بيبقى فيها كمان انتي اندروجين، فبيستخدموه قوي قوي اللي هم عندهم بي سي او وعندهم مشكلتين اللي هو الهيرشيتيزم اند ايريجولار سايكلز، لانه هيتريت الهيرشيتيزم بالانتي اندروجين اللي موجود جواه، وفي نفس الوقت هيريجوليت السايكلز لان هو او سي بيز، فانت بتعمل لها بتديها هرمون بعدين بتعملها ويزدرول، فهيتريت الحاجتين دول، فهي اوريدي فعلا عندها هيرشيتيزم وفي نفس الوقت مش عايزه تحمل، فهي هتشتغل الاو سي بي ان هي تمنع الحمل وهتريجوليت السايكل، وفي نفس الوقت تريتمنت اوف هيرشيتيزم. فذا سنجل ايجنت اللي هيتريت الكلام ده كله هو كومبايند او سي بيز طبعا. لوكال ميثود اوف هير ريموفال، بس هي حتى لو عملت هير ريموفال ما هو عندها هايبر اندروجينيك فهيرجع تاني، فبالتالي ما حلتش المشكله. جينر اتش اجنس انت دخلتها في مينوبوز كده، كورتيكوسترويد هيزود المشكله، سبايرونا لاكتون كان ممكن لو مشكلتها بس هيرشيتيزم، لكن هي عندها هيرشيتيزم وعندها مشاكل ثانيه، لكن لو كانت مشكلتها هيرشيتيزم فقط كان ممكن طبعا ان انا اديها سبايرونا لاكتون لوحده. اوكي يس بس وفي نفس الوقت بتقول لك ان هي من ضمن الحاجات وهي بتبقى المين كومبلينت تريتمنت فور هيرشيتيزم، بس بتقول لك ان هي ذا بيشنت دازنت ويش تو كونسيف ناو، فبيقول لك سنجل ايجنت موست ابروبريت تريتمنت اوف هير كونديشن، يعني سنجل ايجنت وموست ابروبريت تريتمنت للكونديشن، لان حتى لو اديتي لها سبايرونا لاكتون انت لازم تدي لها او سي بيز معاها عشان ما تحملش دلوقتي، مش كده؟ هي مش عايز تحمل فاهم، فهي دلوقتي she doesn't wish to conceive now، فهي ما يعني مش هنديها induction طبعا لان هي مش عايزه تحمل، لكن في نفس الوقت ده هي الاو سي بيز هتعالج الاثنين دول، هتمنع انها تحمل وفي نفس الوقت هتعالج الهرشيتس. 28 دي 29 اي 30 بي 31 اي 30 بي 30 بي 31 A 31 ولا 31 30 طيب the management should be هي عندها ايه physiological galactorrhea، يعني هي breast feeding وستوبت ولسه فيه لبن، فعندها physiological galactorrhea، فنعالج ازاي physiological galactorrhea؟ نديها حاجة دوبامين agonist زي البروموكرابتين زي الكابرجولين اللي هو الدوستينكس، ثايروكسين ده مش علاج، كابرجولين لان الكابرجولين ده دوبامين agonist زيه زي البروموكرابتين، برولاكتين agonist لا انا عايزه برولاكتين انتاجونست مش ازود البرولاكتين عايزه اقل البرولاكتين. ديلي بريست ميلك اكسبريشن، لو هي قاعده تعصر كل شويه ده بيستيميليت ميلك فورميشن، فانت كل ما هي حتى دايما تقول لا بطلي انك انت تعصري او ما تحطيش البيبي على صدرك، لان كل ده بيعمل ستيميليشن اوف برولاكتين سيكريشن، فلازم توقف الرضاعه. بايلاترال ماستكتومي اكيد لا، فبيبقى كابرجولين تو سبريس ميلك فورميشن. هي دلوقتي يبقى احنا عايزين 29 بقى 28 year old gravida 2 para 2 يعني حملت مرتين وولدت مرتين، delivered her last child 2 years ago. She breastfed exclusively 8 months and stopped breastfeeding several months ago. يعني هي قعدت ترضع مدة 8 شهور وبعدين بطلت رضاعة، بس لحد دلوقتي لسه بيحصل لها جلاكتورية، but can still express milk from both breast daily، يعني كل يوم برضو ممكن بتطلع لبن او عندها جلاكتورية، فدي مشكلتها انا لسه بتطلع لبن او بيبقى لسه عندها جلاكتورية. She takes no medication، يعني عايز يقولك ان ده مش medication side effect. And uses barrier method for contraception، وما بتستخدمش حتى هرمونز، ان هو تبقى مش ملخبطه اي اكسس ولا اي حاجه، فايه يعني يبقى كده ده غالبا من ايه؟ ما هي والده من سنتين ولسه كل يوم تقعد تعصر ازيف ان هي بترضع، ما هو بتقعد سنتين ممكن ان هو يحصل لها ميلك اكسبريشن، فهي لازم تبطل التعصير ده وتاخد حاجه بقى عشان تمنع الفورميشن اوف برولاكتين اللي عمال يتكون. اوكي
فدي فيزيولوجيكال جالاكتوريا عادي، دي فيزيولوجيك. في باثولوجيكال جالاكتوريا وفيزيولوجيك. فيزيولوجيكال هي بتبقى during pregnancy وdurring lactation، لان ازيف she is lactating لحد دلوقتي. طيب قلنا 30 بي 31، انتوا عايزين 31 رجوع بارير كوندوم بتاع اي حاجه بارير يعني. regarding induction of ovulation by clomiphene citrate decreases cervical mucus sperm receptivity. يعني انه بيقلل الريسبتيفيتي تو سبرم لانه بيبقى فيري فيسيت، فممكن ان هو السبرم ما يقدرش بينتريت، هو اكشلي بيبقى هوستايل سيرفايكال ميوكس وبرده اندوميتريال ريسبتيفيتي، يعني الاثنين سيرفايكال ريسبتيفيتي اندوميتريال ريسبتيفيتي. افكتيف ان كيسز اوف شيهان، طبعا لا، لان الشيهان الاكسس فيه مشكله فالكلوميفام مش هيشتغل. ريسك اوف هافينج مال فورم فيتس، لا، مالتي فيتال جيستيشن ممكن تحمل في توينز لكن مش هيبقوا مال فورم، ما بيزودش الريت اوف مال فورم تشيلدرن. treatment of choice in adolescent girls with anovulation، لا، adolescent girls دي مش عايزه تحمل، اديها كلوميفان لو هي irregular cycles وكده، اديها OCPs لكن مش هديها كلوميفان for induction of ovulation. human chorionic gonadotropin should be given to ensure ovulation، مش شرط، يعني احنا بندي HCG ممكن triggering عشان يعمل final maturation بس مش لازم اديه مع الكلوميفان، ممكن ادي كلوميفان من غير HCG عادي خالص. اوكي 32 سي 33 سي 34 اي 35 اي 36 35 هيستروس البنجوغرافي كومبليكيشن انكلود اول ذا فولوينج اكسبت اويل امبوليزم، لو اتعمل بداي اويل بيس داي ممكن يعمل لنا اويل امبوليزم. بين ويز نيوروجينيك شوك، يعني ممكن لو اضطريت تعمل دايلاتيشن فممكن، يعني ممكن اسندنج انفكشن، طبعا ممكن جدا. disturbed undiagnosed pregnancy ممكن، uterine perforation very unlikely، يعني هو برضو ممكن بس هي اكترهم للريموت. ليه؟ لان الكانيولا احنا بس بندخلها through the cervix، انا ما بوصلهاش لليوترس للفندس، فازاي اعمل perforation؟ انت الكانيولا دي يدوب بتخش من السيرفيكس من السيرفايكال كانال لكن ما بتوصلش حتى للفندس، فازاي تعمل بيها uterine perforation؟ اوكي افندم 34. طب حد عايز حاجه من 35 ولا 35؟ اوكي طيب 34 ان ماريد 18 يير اولد فيميل بريزنت ويز اكسسيف فيشل هير جروث تو ا سوشيالي ديزاجريبل مانر التراساوند ريفيلد بايلاترال انكريز ان اوفيريان سايز اند ستروما بريفيرنت بي سي او، موست سوتبل تريتمنت فور هير. ايه هي دلوقتي مشكلتها؟ هيرشيتيزم وعندها بي سي او، هل اعملها ميديكال اندكشن اوف اوفيليشن؟ مش مشكلتها عن اوفيليشن، فطبعا لا، ده بارتسكوبيك اوفيريان دريلينج ده لاست ريزورت. برولونجد كورتيكوستيرويد ثيرابي ده مش تريتمنت ليها. ال اتش ار اتش انالوج هو نفسه جي ان ار اتش انالوج، ساعات بيقولوا عليه ال اتش ار اتش انالوج، ده هاي اندوس منوبوز. كيبروتيرون اسيتات ده وان اوف ذا تريتمنت دراجز، يعني كيبروتيرون اسيتات سبايرون ولاكتون سايميتيزين كل دول انتي اندروجين بنستخدمهم في الهرشيتس. 36 A 37 C 37 عايزه بس اعرف C معناها ايه؟ perturbation حمل. اوكي pregnancy يعني pregnancy. 38 E 39 38 regarding luteal phase defect. luteal phase defect اللي هو ال 14 يوم دول يا اما البروجستيرون ليفل فيهم قليل يا اما الديوريشن بتاع luteal phase قلت، يعني يا اما ده او ده. regarding luteal phase defect serum progesterone less than 5 ده مش luteal phase defect، ده anovulation اصلا، لكن luteal phase defect من 5 ل 10 نانو جرام بير مليلتر. basal body temperature is monophasic، لا هي biphasic برضو، لان هي طالما قلت luteal phase يعني في progesterone يبقى بالتالي هي برضو biphasic. premenstrual endometrial biopsy shows proliferative، لا هيشو secretory لان هي luteal فبرضو في secretory endometrium. common cause of recurrent second trimesteric abortion، هي ممكن تعمليها first trimesteric abortion لكن مش second first trimesteric عشان ما عنديش enough progesterone، وهو ده اللي بيمنتين الفيرست trimester، لكن second trimester ده منتين بالبلاسنتا ملناش دعوه بيه. common to occur with clomiphene citrate used for induction of ovulation، ايوه لان هو الكلوميفان ليه انتي استروجينيك افكت على الاندوميتريوم فبيديكريز الريسبتيفيتي، ممكن ينديوس لوتيل فيز ديفكت بلس ان هو بيأفكت السيرفايكال ميوكس. 39 اي 40 اي 41 بي 42 اي 42 all the following regarding basal body temperature chart are true except it can be an insensitive test، ما هو actually مش كان it can be، هو actually it's an insensitive test دي صح، فهو عايز ال except. with ovulation temperature rises roughly of 0.2 degrees، هي بتبقى 0.2 degrees يعني تقريبا كده يعني.
it is one of the methods to use to determine ovulation. هي one of the methods صحيح in accurate بس بناخدها one of the methods to determine ovulation. It's an inexpensive and easy test. أكيد طبعا inexpensive و easy test. Once the temperature rises, ovulation is expected to occur. لا 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 لا. ده هي temperature بترايز لما يبقى فيه progesterone ده thermogenic effect. فمعناه إن progesterone إنه حصل already corpus luteum فحصل ovulation مش expected. لا ده retrograde يبقى كده حصل ovulation وبدليل إن عندي progesterone فتبتدي بقى temperature إن هي ترايز. أوكي؟ 43E 44B 44. The gold standard to, for tubal evaluation in infertile is screening histogram. كويس لكن ال gold standard to evaluate the tubes ان انا اشوفها بعيني by laparoscopy لان قلنا ممكن اعمل histogram يبقى فيه spasm في proximal end ما بقاش عارفه هي فعلا proximal هي spasm ولا proximal tubal obstruction. فبالتالي ال screening بتاعنا hysterosalpingography طلع normal مش محتاج اعمل حاجه طلع abnormal ال gold standard او ال confirmatory هو ان انا اعملها laparoscope واعملها methylene blue test واشوف بقى اذا كان ال dye فعلا طلعت ولا لا. اوكي ممكن السبازم طبعا بروكسيمال كورنيال اند يعني في الكورنيال اند هنا فالبروكسيم فهنا مش هتشوفي التيوبز على الناحيتين ديستال ده خلاص اكيد هي بايلاترال هيدروسالبينكس كونفيرمد مش محتاجه انك انت تكونفيرمي اكتر من كده. ما هي الديستال ده هتلاقي عندك كده هيدروسالبينكس ممكن يبقى بايلاترال على الناحيتين. طب ليه احتمال اخر غير ان هو يبقى ديستال اوبستراكشن مالوش لكن البروكسيمال هو اللي ممكن يبقى سبازم. هيستروسكوبي هيسترو يعني يوترس فانت ده منظار رحمي بتشوفي الانسايد اوف ذا تراين كافيتي من جوه اشر مان بوليباي سب ميوكس فايبرويد كده. لاباروسكوبي ده انت بتشوفي ده ثرو البطن فبتخشي من البطن وبتشوفي البطن فبتشوفي الفاندس اوف ذا يوترس من بره ما بتشوفيش الكافيتي فبتشوفي الفاندس اوف ذا يوترس هل هو مثلا اثنين يوتراي ابسنت يوترس. طب اخبار التيوبس ايه لانك بتحقني داي وتشوفي التيوب بتشوفي الاوفريز بتشوفي الانتستين في ادهيجنز ولا لا فبتشوفي اي حاجه من بره اليوترس لكن جوه اليوترس باي هيستروسكوبي اللاباروسكوب لان انت لو حقنتي ممثلين بلو باي هيستروسكوب هتشوفي ايه ما انت هتحقني كافيتي بصبغه ومش هتشوفي حاجه يعني. 43E 44B 45A 45. compared to clomifancitrate gonadotropin therapy has higher ovulation rate طبعا هو higher ovulation more potent فطبعا higher ovulation lower multiple pregnancy rate هو كله higher هيبقى برضو multiple gestation اعلى OHSS اعلى مش اقل a greater negative effect on endometrium لا هو اللي negative effect على endometrium هو الكلوميفانسيتريت وبرده negative effect on the cervix هو الكلوميفانسيتريت فcompared to clomifen هو عايز الجونادوتروفين مش عايز الكلوميفانسيتريت الجونادوتروفين لهم effect ايه higher rate of ovulation لكن ما هو higher rate of pregnancy و higher rate of OHSS و lower effect على endometrium و lower effect على cervix. اوكي 46 دي 46 ولا لا اوكي 47 the following drugs are associated with hyperprolactinemia except opiate, phenothiazine, L-dopa, metoclopramide, antidepressant. ما عرفهمش كله بس L-dopa ده prolactin اسمه ايه؟ prolactin inhibiting factor مش كده ولا ايه؟ فهل ممكن يعمل hyperprolactinemia؟ حتى لو ما عرفش الباقيين كلهم انا عارفه في واحد منهم ان هو definitely لا ده هو prolactin inhibiting factor فدفني مش هيعمل hyperprolactinemia ده هيقلل البرولاكتين. 48C 49B 51D 52A 53 52 least normal parameter for semen analysis include volume يبقى اكتر من 5 ملي لا مش اكتر من 5 ملي هو 5 ملي is acceptable 3 ل 5 ملي acceptable count يبقى اكتر من 15 مليون صح دي معلومة صحيحة لازم الكاونت يبقى اكتر من 15 مليون او at least acceptable count is 15 مليون per milliliter pH is 3.5 لا ال pH لازم يبقى alkaline ما يبقاش acidic ده acidic pH هو بيقولك ايه least normal parameter ليه يبقى C اذا كان C دي غلط ده مش normal ده abnormal parameter ما هو ده abnormal it's not normal ما هو مش هو عايز عايز normal parameter حاجه ده كلمه least normal مش abnormal اوكي طيب 53 ايه
54 اي 55 اي 56 اي 56 regarding intracytoplasmic sperm injection اللي هو الاكسي ovarian hyperstimulation syndrome is a major risk يعني ما هو الاكسي بيتعمل as a process of IVF اكسي فبتدي HMG يعني كده فديفينتلي ده a major risk فدي معانا is the first line of treatment في البي سي او لا طبعا ده مش الفيرست لاين اوف تريتمنت خالص multiple gestation are very unlikely بالعكس ده multiple gestation is very likely ده انت اصلا بتحقن اثنين امبري success rate is not influenced by maternal age ده هو ده الميجر حاجه اللي بتاثر على السكسس ريت هو الماتيرنال ايج عشان الكواليتي اوف اوسايتس كل ما تبقى الماتيرنال ايج عاليه كل ما ده الكواليتي اوف اوسايتس بتقل فتاثر على السكسس بتاعك success rate is influenced by the presence of pelvic adhesions دي ما لهاش علاقه خالص بالبلفيك اديشن انت اساسا مش بتعملها فدي لا غلط ما احنا عايزين الصح خلاص فيبقى كده اوبيريان هايبر سيميليشن حتى بقى هتختار ان هي از ميجر اوكي دكتور كومن الفيرست لاين فور بي سي او ان كومبوزيت 57 اي 58 سي 58 ا كابل برايمري فيرتيلتي فور 10 ييرز attended the clinic semen analysis count 1 million no progressive motility يعني مفيش عمل guys females 37 يعني سنها برضو كبير الفيميل فالكواليتي اوف اوسايتس هتبقى افكتد نورمال هرمون البروفايل اند فري هيستروسالبنجوجرافي يعني ما عنديش فيميل فاكتور بس تيكينج انتو كونسيدريشن الايج بقى لهم برايمري فيرتيلتي 10 سنين والميل سيمن اناليسيس بتاعه كاونت 1 مليون اند نون بروجريسيف موتيلتي يعني حتى الاي او اي ما ينفعش معايا لان نون بروجريسيف انا هحطهم في اليوترس برضو مش هيحصل فيرتيلايزيشن طيب what is the most suitable line of treatment treat the husband and redo semen analysis in 6 شهور ما احنا بقالنا 10 سنين في القصه دي ومليون لاباروسكوبي تو كونفيرم تيوب البيتنس ما هي بيتنت بالهيستوغرام عمل لها ليه لاباروسكوبي لو كانت بلوك بروكسيمال بلوك هو اللي كنت عملت لاباروسكوبي انتراسايتوبلازم سبيرم انجكشن ديفينتلي هو ده اكسي لان المليون ده مش هقدر يعني الريزلتس لازم ان انا الحقن بنفسي اي او اي ايفن حتى بالاي او اي دول نون بروجريسيف مش هيعملوا فيرتيلايزيشن بنفسهم induce ovulation with timed intercourse ما هو انا عندي male factor مش female factor عشان اعمل له induction of ovulation induction of ما فيش حاجه اسمها الست هتعوض اللي موجوده عند الراجل كتير قوي يقعد يقول لك ايه هي تاخد induction of ovulation هتعوض المشكله اللي عند هو لا هو ده قائم بذاته والسبيرم والسيمن اناليسيس لازم برده قائم بذاته فبالتالي البس الاوبتيمم بالنسبه للكابل دول ان هم يعملوا IVF اكسي اوكي ما هو بيقول لك primary infertility for 10 years يعني هو ما هو مثلا لو بيدور على خلفه بقى لهم سنه واحده بس من ال 10 سنين دول هيقول لك primary infertility for 1 year خلاص لان كان بيستخدموا method of contraception او whatever فاهماني ما هو الستات اللي متجوزه حاجه من الاثنين يا اما بتستخدم method of contraception عشان مش عايز تحمل يا اما عايزه تحمل فبتدور على fertility ما فيش واحده ست بتبقى سايبه نفسها كده ومش فارق معاها جت ما فيش كده فهو يا اما ان هي ده يا ده فهو بيقول لك already هي primary infertility for 10 years 10 years يعني she was seeking conception for 10 years duration اوكي تسلم ايديك شكرا يا مخيم يعني ما هو لو هي didn't undergo treatment يبقى انا ما كانوش primary infertility يعني he was not seeking fertility عشان كده ما عملش treatment لكن if they were seeking fertility كويس يبقى اكيد كان treated لان هو في male factor في عندنا male factor واضح فديفينتلي كان خلال 10 سنين دول وعندنا ميل فاكتور كان لازم كان تريتد مش احنا سايبينه كده انتو برايمري انفيرتيليتي عشان الزوكا طب تمام جدا شكرا مع السلامه مش بيحصل كده عشان محتاجين فبناخد تريتمنت لكن بقالنا 10 سنين وهو 1 مليون نون بروجريس اوكي 59 سي 60 دي 61 بي 62 دي 63 بي سوري انت رفعتي ايدك 62 ولا 63 63 suggest most suitable treatment هي عندها بي سي او ثانيه بس هي عندها بي سي او وعايزه خلفه ولا شي از ان ماريد خلاص يعني مش عايزين induction of ovulation كويس وعندها ايه تاني ان ماريد frequent delayed cycles with hirsutism كويس examination revealed body mass index خلاص يبقى عندنا hirsutism وعندنا irregular cycles وhirsutism فكده ايه طبعا الاوبتيم ان انا اديلها OCPs لان هيعالج الاثنين دول مع بعض هيعالج الhirsutism هيعالج irregular cycles
بيقول لي اتش ار تي مش اتش ار تي او سي بيز غير الاتش ار تي. اه الاثنين فيهم استروجين بروجستيرون بس دول ديفرنت كونسنتريشن، فما ينفعش ان انا استخدم دي مكان دي. ست عايزه كونتراسبشن اقول لها خدي اتش ار تي، لا ست عايزه كونتراسبشن تاخد او سي بيز. واحده عايزه مينوبوزل ما ينفعش اديها او سي بيز الدوز عاليه قوي، لا بديها اتش ار تي. فما ينفعش تستخدم ده مكان ده خلاص. اتش ار تي لا مش اتش ار تي، لو كانت او سي بيز كنت اخترتها. ميتفورمين ما هو ميتفورمين ده تريتمنت بي سي او معانا. كلوميفانس تريت لا شيز ان ماريد، اديها كلوميفانس تريت ليه؟ يومن مينوبوزال جلاند تروفين برده لا مش عايز اعمل اندكشن هي شيز ان ماريد. بروجستيرون اونلي بيلز مش هيحل لي قصه الهرشيتيزم، ده هي مشكلتها هرشيتيزم. فبالتالي ما قداميش غير ان انا اختار ميتفورمين على اساس انه يعالج البي سي او، فبالتالي الهرشيتيزم ما يبقاش موجود. اوكي 64 دي 65 اي 65 Resource angiography is used to diagnose all the following except subserous myoma. Subserous يعني ايه؟ Subserous يعني بره اليوترس. Submucous جوه اليوترس تحت الميكوزا. Subserous ده بره اليوترس او يعني تحت السيروزة بتاعت اليوترس، بره الكافيتي اوف ذا يوترس. وفي حاجه اسمها interstitial اللي هو inside zone. طبعا الهيستروسالبنجيوغرافي ده بيوريني اي حاجه جوه الكافيتي، فهو بس كان diagnose submucous لكن ولا الانترستيشال كويس لانها مش جوه الكافيتي، ولا السبسيريس لانها برده مش جوه الكافيتي. فالاثنين دول ما ينفعش ان هم يبقوا دياجنوز بالاكستروجرام. لانه انسولين سنسيتايزنج وهي عندها انسولين ريزيستنس، لكن الميتفورمين بيعمل انسولين سنسيتايزيشن، فبيعمل سنسيتايزيشن للنورمال ليفل اوف سيركيليتنج انسولين. لا 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 ده عشان ده بيعالج بس حاجه سبيسيفيك عشان ما يجيلهاش دايابيتس ميليتس، فبتعالج القصه دي بس. باري تشوبل يعني من بره مش كده ولا ايه؟ باري تشوبل يعني من بره. هتكمل السؤال دلوقتي. ها لا لا بس ايه اللي من دول هيعالج؟ هو هيعالج البي سي يعني هو هيعمل يعني عشان قصه البي سي او ده بس. طب مش هختار حاجه؟ ما هو بيبقى ساعات كده الاجابات كلها مش عاجباني. ايوه يعني هسيب البتاع فاضي هناخد ايه؟ مش هناخد حاجه مش كده ولا ايه؟ فانت لازم تجاوب، فبتاخد الحاجه اللي هي خلاص ما هو ما قداميش غير ده، لكن الباقيين كلهم غلط ما مش تريتمنت ليها، فمضطره ان انا اختار الميتفورم. طيب نرجع لسؤال 65. هيستروسالبنجيوغرافي يوز تو دايجنوز سبسيريس مايوما. لا هو كله اكسبت سبسيريس مايوما. لا طبعا لا سبسيريس دي بره فعمري ما هشوفها بالهيستوجرام. سبميوكس مايوما طبعا لان دي انسايد ذا كابس. تيوب الاوبستراكشن اكيد سواء بروكسيمال او تيوب بروكسيمال او ديستال تيوب الاوبستراكشن طبعا هيبقوا دايجنوز. باريتيوبال ادهيجنز لان بشوف الليكج مش كده السبيل سوري فنزلت لو بقت لوكيليتد في حته معينه ده معناه انه في ادهيجنز في الحته دي، لكن لو كان فري سبيل بقى بالانتستاينال موتيليتي ده معناه ان انا ما عنديش ادهيجنز. اوكي فممكن طبعا يدياجنوز باريتيوبال ادهيجن. اشرمان سندروم اكيد عشان الفيلنج ديفكتس انسايد اليوتراين كافيتي فايت ماي دياجنوز كله اكسبت السبسيريس مايوما. اوكي 66 سي 67 اي 68 سي 69 بي 70 دي 71 سي 71. The following are advantage of laparoscopy in diagnosis of infertility except good evaluation for the tubal factor. اكيد احنا بنقول الجولد ستاندرد تو ايفالويت التوبس هو اللاباروسكوبي. diagnosis of endometriosis endometriosis دي يعني endometrial glands outside the uterine cavity فبيبقى diagnosed by laparoscopy. diagnosis of Usherman اللاباروسكوب لا لان الأشرمان ده حاجه inside the cavity هيستروسكوب لكن never laparoscope. اللاباروسكوب بيوريني من بره لكن الأشرمان ده disease من جوه اليوترس مش كده ولا ايه؟ ولا مش معايا؟ طيب localization of pelvic adhesions ممكن localization of pelvic adhesions ممكن diagnose of PCO لانه بيوريني الاوست شال appearance والفوليوم بتاعها ان هو كبير وكده فاتمي دياجنوز كله اللاباروسكوب اكسبت الاشرمان. الاشرمان لازم اعمل له هيستروسكوبي لكن اللاباروسكوبي من بره اليوترس زي الفل ما فيهوش اي حاجه خالص. 72 دي 73 سي 74 سي 75 اي 76 بي 77 A 78 B 79 A 80 E 81 B EMQs 82 ده similar للي فات 82 F 83 B 84 D 85 C 86 F
87 E 88 C 89 G السات اللي بعده 90 A 90 هما دول بي سي اوز ودول يعني سيناريوز ونشوفنا عليهم بايه. اول سيناريو 21 year old single يعني مش متجوزه obese woman presents with irregular vaginal bleeding that disturbs her life. TVS shows picture of PCO. Otherwise no complaint. يعني هي مشكلتها الوحيده ان هي عندها irregular cycles يبقى دي هديها ايه OCPs مش كده يعني OCPs for combined oral contraceptive pills. اوكي 91 C 92 B 92 19 year old recently diagnosed by PCO presents with hirsutism and acne that disturb her social life. يعني هي مشكلتها هنا الهرشيتيزم. She also gives history of hypomenorrhea. طيب يبقى كده حدلها ايه؟ حدلها treatment بتاع الهرشيتيزم اللي هو ايه هنا treatment الهرشيتيزم هو spironolactone. طب مدلها OCPs هو hypomenorrhea مش irregular cycle يعني كمية الدم هي قليلة بس regular. ما احنا كنا لسه بنقول الفرق بين الاوليجو والهايبو يعني هي regular cycles بس الamount of bleeding is decreased. خلاص تفتكروا OCPs بتأثر على الamount of blood في blood flow ولا ما تأثرش؟ ولو هتأثر تأثر بإيه؟ تقلل ولا تزود؟ هو الأول الـ OCPs دي فيها إيه؟ فيها أستروجين وفيها بروجستيرون سنساتيك بروجستيرون. أني بيبقى الكونتنت أعلى البروجستيرون كونتنت عشان يكمبيت الهايبر أستروجينيك إيفكت اللي موجود. فبالتالي هيبقى الأند ريزالت بتاعي بروليفريتيف إندوميتريوم ولا أتروفيك إندوميتريوم؟ لأن ده سنساتيك بروجستيرون مش بيعمل سكريو بيعمل لنا أتروفي للإندوميتريوم. فالأند ريزالت أتروفيك إندوميتريوم بمعنى الأماونت أوف بليدنج هيبقى هايبومينوري. يعني ده اللي بياخدوا او سي بيس هتقول لك انا الدوره بقت قليله عندي كانت بتجيلي 5 ايام من اول ما ابتديت الاقراص دي بقت تجيلي يومين بقت تجيلي 3 ايام. ايوه مدام انت عشان او سي بيس بتقلل الاماونت اوف بليدنج. فمن ضمن الحاجات الايفكت بتاعت الاو سي بيس ان هي بتقلل الاماونت اوف بليدنج اللي بتحصل كل شهر. برضو العكس صحيح لو واحده كانت ماشيه على او سي بيس متعوده ان الدوره بتجيلها كل مثلا تقعد 4 ايام او كده اول ما توقف الاو سي بيس هتجيلها تقعد عليها 6 ايام او حاجه زي كده. فبالتالي الاو سي بيس مش تريتمنت بالعكس ده هتورسن الهايبومينوريا اللي موجوده عندها. يعني هو الناتشرال بروجستيرون بيعمل لنا سيكريتوري تشينجز في الاندوميتريوم عشان كده بيبريبير فور امبلانتيشن ده الناتشرال بروجستيرون. طب السنساتيك بروجستيرون بيعمل نفس الايفكت؟ لا السنساتيك بروجستيرون بيعمل اتروفي للاندوميتريوم عشان كده احنا بنستخدم السنساتيك بروجستيرون ده في التريتمنت اوف مثلا اندوميتريال هايبربلازيا ممكن كمان في الايرلي ستيجز اوف اندوميتريال كارسينوما يعني كده لو هي بروليفريتيف اندوميتريوم سيفير بروليفريتيف اندوميتريوم بروح منزله او اكني انديوست كراتج باي البروجستيرون لان السنساتيك بروجستيرون بيندوس اتروفي اوف ذا اندوميتريوم. فانت الاو سي بيز دي فيها استروجين فيها بروجستيرون ناتشورال سنساتيك لا سنساتيك طب سنساتيك بروجستيرون ايوه. فالاند ريزلت بتاع الاو سي بيز انها هتعمل ايه؟ يعني الاندوميتريوم مش هيبقى فيري ثيك بروليفريتيف اب بالاستروجين لكن مش هيوصل لريتس عاليه قوي فبالتالي لما يجي يحصل له شادنج برده الشادنج هيبقى اقل من الطبيعي فبالتالي المنسس هتبقى اقل من الطبيعي الاماونت اوف بليدنج ناتشورال. طب اي حاجه عشان بريجننسي او مثلا عندها ابورشن كده طبعا ناتشورال بروجستيرون اوف كورس ناتشورال بروجستيرون. طيب 93 دي 93 35 year old بي ام اي 20 يعني نورمال بي ام اي presents with 5 years primary infertility. She was diagnosed by PCO, took induction of ovulation for several months and failed to conceive. She asked for your advice as she cannot afford IVF access. يعني واحده عندها بي سي او عندها 35 سنه ومش تخينه ما تقدرش تقول لها روحي خسي خسي ايه ما هي البي ام اي بتاعها اصلا 20 يعني فيري نورمال ده لو نورمال اساسا ف وبرايمري انفيرتيليتي ف وكلوميد فيلير لان حاولت اندكشن كتير وبكلوميفان سيتريت فيلير فبالتالي انت هتقول لها طيب يبقى نعمل اتش ام جي او نعمل اي في اف اكس سي فبتقول لك لا اي كان نوت افورد اي في اف اكس سي فنعمل لها ايه دريلينج هو ده اللاست ريزورت اللي احنا مش بنلجأ له غير لو كان ما قدامناش غيره لان هديها او سي بيز ده مش هتحمل عليه طبعا عمرها سبايرون لاكتون هي ما عندهاش هيرشيتيزم ولا دي مشكله كلاميفان ستريت ما هو فيلد ما قعدت عليه سنين وفيلد لابروسكوبيك اوفيريان دريلينج ده معانا اي ار تي او استروجين ريبليسمنت ثيرابي ملوش علاقه باللي احنا بنتكلم فيه متفورمين هي مش تخينه اصلا كمان يعني هم اصلا اكتر بندي المتفورمين لواحده البي ام اي بتاعها عالي عشان بنبقى خايفين دول بيجي لهم دايابيتس ميليتس فبنعمل لهم انسولين سنسيتايزيشن هي ما عندهاش القصه دي اصلا فبالتالي اوفيريان دريلينج تعملي دايثيرمي في الاوفري باي لاباراسكوبي لابراسكوبي بتدخلي دايثيرمي ليه على امل انك انت السيلز الثيكا سيلز اللي بتسكريت اندروجين اكسس تعملي لها
اتروفي يعني، فبالتالي ما بيبقاش عندك هايبر اندروجينيك ستيت. بس طبعا ده بيبقى بلايند بروسيدجر، فانت ممكن قوي تافكت الاوفيريان ريزيرف نفسه، وطبعا بينديوس ادهيجنز حواليه فايبروزس اند ما هو البروسيس كله هايبر اندروجينيك ستيت، عشان كده بيروح مزود بيفضل مينتيند ال اتش عندك وما بيحصلش اوفيليشن. 94 اف رقم كام بس اللي هو 93 ما هو ده نفس السؤال اللي هو طب ليه، ما لان هو السيكا سيلز اللي موجوده بالظبط كده. فانت البروسيس الباثوفيزيولوجي ده على امل، ده ثيوري اللي انت بتعملي بيه الدريلنج، بس مش اكيد ان هو يحصل كده. بس ما بيبقاش قدامك حاجه ثانيه لو هي رافضه انها تعمل اي في اف اكس. لا 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 مش قال اتش سيرج، ان هو ما يبقاش فيه هايبر اندروجينيك ستيت، ما يبقاش الاندروجين ده موجود، فالاندروجين ده هو اللي بيروح مخلي عندك الهايبر اندروجينيك، وفي نفس الوقت بيبقى مينتيند ال اتش، بيزود ال اتش بيفضل انه مينتيند عالي، فانت ما بقاش عندك هذا الهايبر اندروجينيك ستيت، فبالتالي يبقى انت ما بقتش دي موجوده على امل انه يحصل لها سبونتينيوس اوفيليشن لوحدها. كومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز. طيب السات اللي بعده 95 دي 96 95 دي 96 اي 97 سي 98 بي 99 دي السات اللي بعده 100 اي 101 بي 102 دي 102 ولا 101 26 year old secondary infertility و secondary amenorrhea for 5 years duration هاي FSH and LH، يبقى دي premature ovarian failure، لان هي secondary amenorrhea بقى لها 5 سنين. FSH ولا H تسلم ايديكي هاني، شكرا جدا. FSH ولا H عاليين كويس، يبقى دي premature ovarian failure. طيب هي عايزه ايه بقى؟ هي عايزه حمل، ف secondary infertility clomiphene citrate طبعا لا، ما فيش اوسايتس HMGCG، ما فيش اوسايتس metformin loss of weight، ما فيش اوسايتس IVF with ovum donation يعني acceptable يعني scientifically مش كده ولا ايه؟ فخليها معانا لان هي لازم ovum donation، هي ما عندهاش اوسايتس IVF X لوحده لا ما ينفعش، ما فيش اوسايتس. ما هو IVF X ده بيبقى منها هي بناخد بنكبر الاوسايتس بتاعها وبناخدهم والكلام ده، فما ينفعش. IVF with transplantation ما عندها يوترس، هي مش مشكلتها ان ما فيش يوترس، هو مشكلتها ما فيش اوسايتس. فلو ثيوريتيكلي هنعمل حاجه هتبقى IVF with ovum donation. فدي premature ovarian failure. اوكي 103F 103 24 year old primary fertility primary amenorrhea well developed secondary sexual characters، يبقى دي primary fertility primary amenorrhea well developed، يبقى دي most probably mullerian agenesis مش كده ولا ايه؟ فالmullerian agenesis هتحمل ازاي clomiphene citrate؟ ما هي عندها oocytes وعندها ovulation عادية جدا، HMG برضو عندها ovulation، هي مش مشكلتها هرمونز، هي مشكلتها uterus metformin weight loss، هي مش PCO. IVF is oven donation عندها الاوفن بتاعها مش محتاجه دونيشن. IVF XC وبعدين هو انقلهم فين؟ ما هو IVF XC انا هعمل امبري ترانسفير فين؟ لازم بقى سروجسي مثلا لواحده ست ثانيه او كده. IVF after uterine transplantation ممكن، ما هي مشكلتها يوترس، فتعمل uterine transplantation معناها اعمل لها IVF theoretically طبعا شغال، هو ده حل ليها. اوكي معايا دكاتره؟ 104 سي طيب true and false، 105 true 106 ترو 107 ترو 108 فولس 109 ترو 110 ترو 111 فولس 112 فولس 113 ترو 114 فولس 114 هايبر برولاكتينيميا could be effectively treated by clomiphene citrate. هل clomiphene citrate treatment للهايبر برولاكتينيميا ملوش علاقة، ملهمش علاقة ببعض خالص، يعني ده حاجة وده حاجة مختلفة مش كده ولا ايه؟ 115 فولس 116 ترو 117 فولس 118 ترو
119 فولس 120 ترو. حد عنده اي سؤال في التاست 2 يا دكاتره؟ حد عايز اي سؤال؟ ها رقم كام؟ 104. حد عايز اي سؤال تاني غير 104 يا دكاتره؟ حد عايز اي سؤال تاني غير 104؟ ثانيه 20 ايه فاجينيزمس؟ فاجينيزمس ده كونتراكشن انفولنتري كونتراكشن للماسلز بتاع اللي حوالين الفاجينا خلاص. فيعني فبيحصل فيلير اوف انتروداكشن فيلير اوف انتركورس بيبقى عندها انفولنتري فعلا سبازم في الماسلز اللي حوالين الفاجينا ده اسمه فاجينيزمس. فبيبقى عندها فيلير اوف انتركورس. فده ساعات بنشوف مش كتير ولا حاجه ساعات بنشوفه مع الفيرست انتركورس يعني تكون لسه متجوزه ومش عارفين يحصل ديفلوريشن عشان هي بيحصل سبازم للماسلز اللي حوالين الفاجينا فده اسمه فاجينيزمس. ريفلكس سبازم اوف ذا بيلفيك فلور ماسل هو ده الديفينيشن بتاعه ريفلكس سبازم اوف ذا بيلفيك فلور ماسل. حد عايز حاجه غير 104؟ طيب 104 فين 104 ده؟ last case بتوع ال 22 year old primary fertility 5 years 5 months duration. ده مش definition حتى لان الديفينيشن لازم تبقى 1 year فهو ده مش definition. هي بس بتحاول تحمل بقى لها 5 شهور وهي لسه عندها 22 سنه طفله يعني وعايز تحمل بقى لها 5 شهور. الريجولر سايكلز بي ام اي 40 طبعا بي ام اي تروح يعني الاول دي ويت ريدكشن طبعا وميتفورمين احنا لسه صغيرين قوي على ان انا اعمل لها اي حاجه اي انترفنشن وكمان ما بقالناش غير 5 شهور بس. Actually 5 شهور ده مش definition of infertility definition بعد after 1 year لان 85% من الكابلز بيحملوا خلال السنه الاولانيه عشان كده بنقول incidence of infertility 15% ليه؟ لان بعد السنه كامله بيبقى في 15% هما اللي ما حملوش خلاص. لكن بعد 5 شهور ده ممكن يبقى اكتر من 50% ما حملوش ده طبيعي ده عادي عشان كده بنطلق primary infertility after a whole year خلاص. و امتى بنتحرك بدري شويه لو كان سنها كبير لو كانت دي مثلا 42 سنه اه يعني ما عندناش وقت لكن دي لسه 22 سنه فيعني تروح تخس وكده عشان ما تخشش حتى حمل وهي 40 البي ام اي بتاعها بالكومبليكيشنز بتاعه الاوبيزيتي مع البريجنسي. اوكي في سؤال يا دكاتره في الامتحان بتاع تاست 2؟